في عدن، إنزال الأعلام الإماراتية ورفع الأعلام السعودية بدلاً عنها. ما هو الفرق بين السيطرة الإماراتية والسعودية إذن؟ وكيف ستتعامل السعودية في حال استلامها عدن مع الانقلابيين في الانتقال؟ أهلا بكم. ما كان يعرف باتفاق جدة أصبح مؤخرا يعرف باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي. الاتفاق الذي رعته السعودية، أو بعبارة أخرى فرضته على الطرفين، قال عنه الرئيس هادي إنه ينهي التمرد في الجنوب، في الوقت الذي نص فيه الاتفاق على تقاسم النفوذ العسكري والأمني بين هادي والانتقالي في عدن وحقائب الحكومة أيضا، بما يضمن للانتقالي 50% من المقاعد، وهو الأمر الذي يصور الانتقالي أنه الممثل الوحيد للجنوب في تجاهل كامل لبقية المكونات السياسية والمدنية. هل يطوي هادي بنفسه آخر أوراق شرعيته محليا ودوليا؟ وكيف يمكن تعيين طرف خارجي كطرف محكم بين الشرعية والانقلابيين كما نص الاتفاق؟ وماذا عن الانقلابيين الأوائل ميليشيا الحوثي؟ هل أصبحوا خارج حسابات المعركة؟ اتفاق بين الشرعية والانتقالي برعاية سعودية، أبرز مخرجاته أنه نقل ما تبقى من مشروعية القرار اليمني إلى السعودية بتفويض من الرئيس هادي وقادة الشرعية هذه المرة، بعد أن كان الرئيس هادي هو صاحب القرار الفصل بين الفرقاء في الاتفاقيات السابقة، أصبح اليوم هو أحد أطراف الصراع، وأصبحت الرياض هي صاحبة القرار الفصل بينه وبين انقلابيين دعمتهم شريكتها في التحالف أبو ظبي. في عدن تحدثت مصادر إعلامية عن انسحاب الإمارات من المنشآت الحيوية وتسليمها للقوات السعودية، والسؤال هنا ما هو الفرق بين القوات الإماراتية والقوات السعودية إذا كانت المحصلة هو استبعاد سلطة الدولة الشرعية ونزع نفوذها في عاصمتها المؤقتة؟ إذن عدن من السيطرة الإماراتية إلى السيطرة السعودية، تختلف الأعلام المرفوعة على مدرعات الأجنبي، ولا يختلف حال المدينة وأوضاع أبنائها الحالمين بالأمن والسيادة. في تسجيل صوتي حذر وكيل محافظة المهرة بدر كلاشات أبناء عدن من قبول استبدال الوصاية الإماراتية بالسعودية، منوها إلى أن القوات السعودية في المهرة ارتكبت خلال سنة ونصف من سيطرتها على المحافظة انتهاكات فظيعة لا تختلف إطلاقا عما فعلته الإمارات في عدن. كانت السعودية أخص من الإمارات في إدارتها للأعمال العسكرية في المهرة، والانتهاك حقوق الإنسان أيضا ما يحصل الآن شبيه بشكل كبير بصراحة بما حصل في المهرة. بشأن ما بعد اتفاق الرياض، قالت مصادر خاصة لقناة بلقيس إن الرئيس هادي يرفض مقترحا سعوديا بالعودة إلى عدن متعللا بسوء الوضع الأمني، وأنه لا يأمن فيها على نفسه، الأمر الذي يعني سيطرة الانتقال عمليا على عدن، وأن الاتفاق لن يتجاوز البروتوكولات الرسمية. وإذا يكافأ الإنقلابيون في جدة على ما قاموا به، فعلى التحالف أن يبشر بانقلابات أخرى. المصير نفسه حذر منه الوزيران الميسري والجبواني في مواقف واضحة تؤكد فشل الاتفاق مع الانتقالي، وتحمل السعودية والرئيس هادي مسؤولية مكافأة الانقلابيين عبر هكذا اتفاق. السعودية وحيدة في اليمن وصاحبة الوصاية فيه، هذا هو عنوان المرحلة القادمة في ظل تماهي الشرعية مع مخططات التقسيم والتفتيت وما تسميها الثقة المطلقة في المملكة كما جاء على لسان العديد من مسؤوليها. إذا مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعي الدكتور فيصل الحذيفي رئيس الهيئة الوطنية لحماية السيادة من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير دكتور فيصل. أسعد الله مساءكم بالخير والجمهور الكريم والمتابعين.
أهلا بك دكتور فيصل. من خلال ما نشر من ملامح اتفاق بين الحكومة الشرعية والانتقالي، كيف تنظر لهذا الاتفاق من حيث المبدأ قبل أن نخوض في تفاصيله؟ هناك مؤاخذات قانونية على الاتفاق من حيث كونه اتفاق أصلا ظهر على هذا النحو، من حيث الجانب الإجرائي الشكلي ومن حيث الجانب الموضوعي. أولا من حيث الجانب الشكلي، لا يجوز بروتوكوليا ولا دستوريا ولا قانونيا أن تتحاور الدولة مع طرف داخلي متمرد، لأنه في عرف الدستور في قواعد الدستور والقانون يعتبر خارجا عن الإجماع الوطني، وهو مجرم ومرتكب الخيانة العظمى. هذا في الجانب الشكلي. في الجانب المضموني، نحن نتحدث عن اتفاق غير معلوم. كل الاتفاقات التي بين أيدينا هي اتفاقات مسربة، هناك أكثر من نسخة. هناك نسخة مهذبة موجهة لجمهور الشرعية، وهناك نسخة مهذبة مناقضة موجهة لجمهور الانتقالي. وبالتالي ما هي النسخة الحقيقية التي بين أيدينا؟ أنا أرجح أن النسخة يعني الحقيقية هل تقصد هي التي دكتور اسمح لي يعني بحديثك عن نسختين موجودتين يعني لكل طرف أو لكل جمهور من الأطراف، هل تعني أن هناك نسخة أخرى لم تظهر بعد؟ نود التأكيد على أن أي اتفاق لم يوقع عليه فهو مشروع مسودة، وبالتالي هو قابل للتعديل حتى التوقيع عليه. وبالتالي هناك أكثر من نسخة، أي أن هناك تنازع، لأن السلطة الشرعية غير معنية بمسألة الحوار مع طرف داخلي هو منقلب عليها. الانقلاب في الجنوب والانقلاب في الشمال هي ترتيبات خارجية، ومن صنع هذه الانقلابات هو المعني بحلها وليس السلطة الشرعية. السلطة الشرعية تراخت في الانقلاب في الشمال لأغراض خاصة، هو الاستمرار في السلطة، وهي اليوم أرغمت على الانقلاب في الجنوب وغير قادرة بعد أن سلمت زمام الأمور إلى 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 الطرف الخارجي، هي غير قادرة على التنصل لأنها أرادت ألا تكون قادرة، لأنها لم تطرح البدائل. وبالتالي كما قلت هناك أكثر من نسخة، أكثر من تعديل. وبالتالي نتحدث نحن عن تسريبات لا عن اتفاق حقيقي. إذن الاتفاق الحقيقي الذي أنا أرجحه هو ما ورد من تصريحات غاضبة لدى الميسري. الميسري عندما تحدث بتصريحات غاضبة عن هذا الاتفاق، الحقيقة هو تحدث عن النسخة الحقيقية المؤلمة. وأنا أؤكد على أن النسخة إذا لم تظهر فهي مليئة بالفخاخ والثغرات التي تستهدف اليمن، سيادته، وحدته، استقلاله، استمراره كدولة مستقلة. نعم. وبالتالي على الأطراف التي زعمت بأن هناك اتفاق أن تعرض هذا الاتفاق موقعا على الجمهور. ثانيا، من مثل الحكومة في التوقيع؟ الرئيس، رئيس الدولة لا يحق له أن يوقع أي اتفاق إلا مع رئيس دولة. رئيس الحكومة لا يحق له أن يوقع أي اتفاق إلا مع رئيس حكومة. وزير خارجية أو أي وزير لا يحق له أن يوقع في العلاقة الدولية إلا مع وزير مماثل. وبالتالي في الطرف الداخلي، في المشاكل الداخلية مثل الحالة الحاصلة في عدن، يفترض أن يكون هناك أطراف داخلية تجري نقاشات تشرف عليها الدولة وتوافق عليها، كما حصل في اتفاق السلم والشراكة. هذا الحديث الذي تتحدث عنه دكتور، نعم، في حال وجود الشرعية على الأرض وباسطة نفوذها هناك، ولكن الحقيقة ليست كذلك، يعني لا نظم قانونية نستطيع الاحتكام إليها ولا شرعية موجودة على الأرض. ثم إذا ما تحدثنا عن نقطة المضمون الشكلي أنه لا يحق للحكومة أن تناقش طرف انقلابي، ما الذي حدث مع الحوثيين؟ ألم يتم التحاور معهم مرارا وتكرارا؟ الكثير من الناس يجعل اتفاق جدة أو الرياض بمقابل اتفاق السلم والشراكة. اتفاق السلم والشراكة لم يكن اتفاقا بين السلطة والحوثيين، كان اتفاقا بين أطراف المجتمعية بإشراف الأمم المتحدة عبر مبعوثها جمال بن عمر، وإشراف السلطة نفسها باعتبارها حكما على هذا الاتفاق، كما هو مؤتمر الحوار الوطني، واتفاقات بين مجموعات وطنية ترعاها الدولة
ولكن الدولة ليست طرفاً مع أطراف داخلية، لأن الدولة تبرم قوانين في المشاكل الداخلية وتبرم قرارات، وليس من صلاحيتها أن تصبح طرفاً مع طرف داخلي باعتبار أنها تعتبر شخصية قانونية دولية. هي تبرم اتفاقاً مع مثيلها، مع مثيلتها من الدول والمنظمات. وبالتالي ما حصل في عدن هو مشكلة صنعتها هذه الأطراف الخارجية، الإمارات والسعودية، وهي مشكلة تخصهما وعليهما حل هذه المشكلة بعيداً عن السلطة الشرعية. ثانياً، السلطة الشرعية كان عليها أن تصر على أن الاتفاق لا ينبغي أن يكون مع طرف داخلي وإنما مع طرف خارجي. تمت هذه المشكلة وتم رعاية هذا الانقلاب والأحزمة الأمنية برعايتهما. كان على السلطة الشرعية والدولة اليمنية أن تبرم اتفاقاً مع السعودية المستدعاة بشكل رسمي والممنوحة شرعية من هذا بهذا الاستدعاء، أن تحدد طريقة المعاملة أو الاتفاق بينهما على ما يمكن أن يتم ترتيبه في الأيام القادمة، مسألة استمرار الحرب، التعويض، دعم الحكومة، الإعمار، حل مشكلة الانقلاب التي صنعت بدعم إماراتي وسعودي وغض طرف سعودي. لماذا الحكومة اليمنية في نهاية الأمر هي طرف أجبر على أن يوقع كما هي العادة؟ يعني الاتفاق هو حل إماراتي سعودي لمشكلة صنعت بيدهما. ما دخل الحكومة اليمنية؟ أريد أن أوضح شيء في غاية الأهمية. نحن رفضنا أن يكون الشأن اليمني، رفضنا أن يكون الشأن اليمني بيد طرف خارجي وهو الإمارات، إن هذا شأن لا يخصها. فكيف نقبل أن ينتقل الشأن اليمني لطرف خارجي وهو السعودية وهذا شأن لا يخصها أيضا؟ يعني هناك كوارث تقوم بها السلطة الشرعية دون خجل، دون حرق حتى من التاريخ، دون حتى قطرة عرق أو وخزن ضمير. كيف يسمح عبد الرب منصور لنفسه أن يقيل رئيس حكومة بن دغر الذي رفض وجود الإمارات في سقطرى ويحيله للتحقيق مع أنه جزء من فريقه، بينما يقبل أن يستدعي طرفا انقلابيا للاتفاق معه والاعتراف به شريكا؟ حلوا لنا هذه الإشكالية. اعطوني أكبر قانوني في العالم. نعم، اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا اللواء أحمد محمد قحطان، رئيس مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي، عبر الهاتف من المهرة. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبضيوفكم الكرام، يا حياكم الله. أهلا بك. إذن ما هي قراءتكم سيادة اللواء لاتفاق الرياض حاليا جدة سابقا؟ والله بالنسبة لاتفاق الرياض هو مجرد محاولة سعودية إماراتية لتثبيت الواقع وإعطاء صبغة شرعية، وكذلك شرعت بقاء القوات الأجنبية وتدخلها بصورة مباشرة في التفاصيل في الجنوب. هذا قراءتنا لهذا الموضوع. إذن ماذا عن موقف مجلس الإنقاذ الوطني من هذا الاتفاق؟ موقفنا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار من هذا الاتفاق وغيره، وهو إن لم تتوقف الحرب ويرفع الحصار وتخرج كل القوات الأجنبية من بلادنا، فأي اتفاق ما هو إلا تحسين قبح ذلك الاحتلال، ولن ينتج سلام حقيقي دائم ومقبول لدى كل الأطراف. أي إن ذلك الاتفاق لا يعدو أن يكون هدنة وأعطاء فرصة للاحتلال ليلتقط أنفاسه ويعيد ترتيبه وضاع بما يضمن له بسط نفوذي على كافة بقل الخسائر والتكاليف فقط. نعم. إذن سيادة اللواء، هناك من يقول أن الشرعية فرطت بآخر أوراقها بالاتفاق مع الانقلابيين بهذه الصيغة أو بهذا الشكل، هل هذا ترونه صحيحاً؟ والله شوفي، الشرعية قد فرطت يعني من زمان، وما هذا إلا امتداد للتفريط السابق. ومن يفرط في السيادة الوطنية يفرط في أشياء كثيرة، يصبح يعني حقيقة لا شيء. اليوم الشرعية مجرد اسم على الورق فقط لا غير، أما مدلول ذلك الاسم الشرعية لم يعد قائم فعليا ومعنويا. إنما يسمى الشرعية اليوم هو مجرد غناء للاحتلال ليس أكثر. نتمنى أن نكون على خطأ في تقييمنا
للأسف الشديد أن هذا هو الواقع كما يرى يعني بسطاء الشعب. نعم، إذن سيادة اللواء، هناك من يقول أن استبدال القوات السعودية بدلا عن الإمارات هو يعني خيار أفضل ربما، وأنتم لديكم تجربة مع السعودية في المهرة، ما هو رأيكم؟ لا بالعكس، هو ما حصل هو تثبيت للوجود الإماراتي إلى جانب الوجود السعودي. من أي ناحية؟ كل ما في الأمر أن سحب القوات العسكرية الإماراتية هو لإفساح المجال للسيطرة على المشي إلى جانب السعودية ومنتزقتها على حساب شعبنا ومصالح وحقوقه وأمنه. نعم. إذا سيادة اللواء، هل الحقيقة نعم تفضل. التجربة اللي عندنا أن الإماراتيين رحلوا من المحافظة ولكن هم باقيين بعد وعناصرهم وأتباعهم إلى جانب القوات السعودية. واليوم يتكرر نفس المشهد السابق، يريد يكرر نفس المشهد اللي في عدن وبقية المحافظات في المهرة وبقية المحافظات الجنوبية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك سيادة اللواء أحمد محمد قحطان رئيس مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف من المهرة. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، الشرعية ترى أن هذا الاتفاق ينهي حالة التمرد الذي قام به الانتقالي، ما مدى واقعية هذه الرؤية؟ هذه الرؤية خاطئة وغير واقعية تماما. لو كانت السعودية غيرت دورها من الدور المتدخل إلى الدور الداعم لفعلت شيئا مختلفا عن هذا. لم نكن بحاجة في عدن أو في المناطق المحررة بتبادل الأدوار بالاستلام والتسليم بين الإمارات والسعودية، وإنما دور الاستلام والتسليم بين الشرعية والطرف الخارجي أيا يكون الإمارات أو السعودية. اليوم نتحدث نحن عن انسحاب إماراتي، هذه مغالطة. كيف انسحاب إماراتي وما زالت جزيرة ميون والساحل الغربي و15 ألف حراس جمهورية لا هوية لهم إلا انتماءهم إلى الكفيل الذي يدعم المال والسلاح؟ الإمارات لم تنسحب، فقط سحبت قواتها حتى لا تقع بيد قوى يمنية وحتى تحرم المجتمع اليمني من أن يكون له جيش بعتاد، لكنها ماليا واستخباراتيا ولوجستيا وتوجيها لا زالت تحرك هي والسعودية الأحجار رقعة الشطرنج على الأرض وتتحكم على خارج أهداف وإرادة اليمنيين. يعني اليوم الاتفاق يعتبر طعنة جديدة لإدخال اليمن في أتون حرب متجددة كما قلت سابقا معك أو مع زملاء آخرين، أي أنه كان عندنا حرب واحدة وهي الحرب مع الحوثيين، اليوم أصبح عندنا حرب مع القاعدة، حرب مع السلفيين، حرب مع الانتقالي في الجنوب، وربما غدا حرب في الساحل مع طارق، وربما أيضا يصبح عندنا انقلاب في سقطرة ولا في المهرة ولا في حضرموت أيضا وهكذا. إذا تجدد انقلابات، اليوم بدأنا نفرخ جيلا جديدا من الحروب، وهذا كله فقط لتسهيل القبضة والسيطرة على اليمن، لأن اليمن عصي على الـ على الـ على الانقياد. اليوم الشعب اليمني بدأ يتضجر بشكل لا يخفي ضجره، السلطة فقط هي من تسهل مثل هذا الاستمرار. لو كان للسلطة الشرعية موقفا صريحا على الأقل بإمرام اتفاقية واضحة تحدد الأهداف وتحدد مراحل العلاقة في المستقبل بحيث تكون هناك مصالح مشتركة يتم الحفاظ عليها. نحن لسنا ضد مصالح الإمارات ولسنا ضد مصالح السعودية كيمنيين، لكن نحن ضد أن تنتهك سيادة اليمن وتصادر ثرواته وأرضه ويقع تحت الحصار سواء في المناطق المحررة أو في المناطق غير المحررة. كيف تسمح السعودية لنفسها أن تكون وصية دون قانون؟ نحن لسنا شعوبا، لسنا دولة لم تحدد مصيرها بعد، نحن دولة مستقلة من عام 1962، وبالتالي الدول لا تقبل الوصاية. لسنا شعبا تحت الاستعمار حتى نتحرر من هذه، حتى نقع تحت الوصاية القانونية الأممية ثم نتأهل لنصبح دولة. القانون الدولي يحدد بأنه لا يجوز التدخل والمساس بالشأن الداخلي.
ما الذي أبقته الإمارات والسعودية في مسألة السيادة اليمنية؟ لا شيء، انتهكت كل شيء، تقتل من تريد، تتآمر على من تريد، تحرم من تريد، توجه السياسة كما تريد، ولدينا سلطة تمنح هذه شرعية التدخل. الشعب اليمني رافض لهذا التدخل، وبالتالي سيتسع هذا الغضب لكي لن يسقط فقط في المستقبل الإمارات والسعودية، ولكن سيسقط السلطة الشرعية نفسها التي ستصبح متواطئة وشريكة في المؤامرة، وهي لن تخرج من توصيف الخيانة العظمى في كل كتب التاريخ والسياسة. ما تفعله السلطة الشرعية اليوم هي ممارسة خيانة عظمى ضد وطنها وشعبها. نحن لسنا محتاجين إلى 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 تحالف مع دولة تتآمر علينا، لسنا محتاجين إلى تحالف مع دول تنتهك سيادتنا، لسنا محتاجين إلى أن ينقذنا من الحوثيين لنقع يعني نهرب من الحمى لنقع في الموت. الحقيقة هربنا نحن من الحمى، من حمى الحوثيين التي ستزول حتما إلى الموت. اليوم البلد تدخل في موت سريري غير قادر على الإنعاش. الشعب اليمني اليوم أضعف إلى درجة أنه قسم إلى دوائر يعني متقاسمة بها، هناك دائرة تميل إلى الحوثيين، وهناك دائرة تميل مع الشرعية، وهناك دائرة تشتغل مع الإمارات، وهناك دائرة تشتغل مع السعودية. اليوم الشعب اليمني يفترض أن يدمر هذه الدوائر كامل ليشتغل وفق دائرة وطنية. نحن بلدنا معرض للخطر، وأنا أقولها بكل صراحة، وكنت متحفظ على هذا الكلام طيلة 7 سنوات. اليوم اليمن قادم إلى وضع أسوأ مما نحن فيه ما لم توجد معادلة جديدة وسياسة جديدة. نعم، سنتحدث عن وضع اليمن في ظل هذه الاتفاقات دكتور، ولكن قبل ذلك هل تتوقع أن الانتقالي سيسلم ما حصل عليه من قبل ويقبل بكم حقيبة وزارية؟ هل يمكن ذلك؟ دعيني أقول بصريح العبارة وللجمهور الكريم أن 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 يتفق معي أو يختلف، وللنخبة السياسية من جميع الأطياف، مجرد قبول السلطة بأنها تتحاور مع الانقلابيين هي منحتهم شرعية كدولة لا كطرف داخلي، لأن أنا عندي نائب رئيس حكومة، رئيس حكومة يتحاور أو نائب رئيس جمهورية يتحاور مع هذا الطرف، هذا لم يعد طرف داخلي، هذا أصبح دولة، وبالتالي نحن أعطيناه شرعية التمثيل للجنوب وهو لا يمثل الجنوب، هذا واحد. نعم. الشيء الثاني، عندما حصل الانقلاب، وهذا هو المهم أرجو التركيز عليه، عندما حصل الانقلاب ماذا حصل؟ حصل بأنه الروح الوطنية في اليمن الجنوبي انتفضت ضد هذا الانقلاب على الشرعية وضد هذا الانقلاب على الوطن، فأصبح الانقلابيون محصورون في عدن وفي دائرة المثلث وغير قادرين على الانتشار في جميع المحافظات التي يطمعون ويسعون لابتلاعها، وبالتالي هم خسروا كثيرا وغير قادرين على إدارة المناطق التي انقلبوا فيها. إذن هذا الاتفاق انقذهم، حولهم من انقلاب إلى سلطة شرعية، سيكون باستطاعتهم أن يتجولوا في جميع المحافظات ليكملوا الأجندة في ابتلاع المحافظات، ولكن بطريقة شرعية وقانونية لا يستطيع أحد أن يعترض عليها. نحن منحناهم هذا بغض النظر أحصلوا على وزارة أو لم يحصلوا، بغض النظر أشاركوا في الحكومة أو لم يشاركوا، كون الاتفاق أعطاهم صفة الشرعية بأنهم جزء من الحكومة وجزء من السلطة الشرعية، هم لن يلتزموا بمسألة المرجعيات. يقال بأنه نحن الاتفاقية تقول بأنه العمل في ظل المرجعيات، هذه كذوبة. ما مؤتمر الحوار الوطني شارك فيها الجنوبيون في إطار هذه المرجعيات، ولكن في ظل تراخي هذه السلطة وفي ظل التدخل الخارجي نحن أين ذهبنا؟ بدلا من التخلص من الانقلاب الحوثي، إذا بنا نفرخ انقلاب جديد استقطع الجنوب ليشكل دولة لا يقول أنها يمنية ولكن جنوب عربي. لا أدري كيف يسمح هؤلاء الناس بكل بجاحة أن يستدعوا الهوية الاستعمارية ليعبروا عن ذواتهم. طيب انفصل، ولكن اعترف بذاتك باعتبارك يمني تنتمي إلى حضارة، يافع والضالع وحضرموت وشبوة كلها ممالك يمنية قديمة، حميرية، سبائية، حضرمية، قحطانية، عدنانية، يعني قحطانية، وبالتالي لا نستطيع أن نفجر في الخصومة لننكر تاريخنا وهويتنا. مسألة السياسة يمكن أن نتفق عليها، تريد أن تنفصل انفصل مش مشكلة، ولكن عبر أطر قانونية متفق عليها. الوحدة في القهر أو بالغصب هي مرفوضة، كما أن الانفصال بالقهر والقوة مرفوضة. إذن هناك إجراءات قانونية معروفة عالميا في القانون الدولي وحسب الدستور يمكن أن نتفق عليها. إذا لم نكن
شعبا واحدا ملتئما، يمكن ان نكون شعبين ثلاثة شعوب اربعة شعوب، ولكن وفق تفاهمات وتوافقات وصل اليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الى بناء دولة اتحادية من ستة اقاليم لنمضي في هذا الخيار وهو اجماع اليمنيين. فاذا فشلنا به ممكن ان نعيد طرح قضايا اخرى. اذا هذا الاتفاق كما قلت وبخلاصة انما انقذهم من مأزق المواجهة مع اخوانهم الجنوبيين انفسهم اصبحوا مرفوضين، ونقلهم الى بساط الريح، بساط الشرعيه التي يجعلهم ينتقلون الى شبوه وحضرموت والمهره وسقطرى بكل اريحيه، وبالتالي عن طريق ادوات الشرعيه وباسم الشرعيه يستطيعون بالتمويل الاماراتي ان يكسبوا عناصر جديده واحزمه جديده ونخب جديده بغض النظر عن المسمى. ممكن يسمونها قوات شرعيه ولكنها تشتغل وفق المال المتدفق عليهم لاجنده خاصه وهي اقتطاع اليمن الجنوبي باعتباره دولة منفصلة تشتغل لحساب الإمارات أو حتى لحساب أي أجندة أخرى، حتى لحساب إيران. هم لا يهمهم ذلك، وبالتالي الشبهة لم تعد شبهة أن الإمارات لديها تفاهم مع إيران كان سريا وأصبح معلنا، وهي من تشتغل على 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 على, على, على أكثر من حبل، فهي من تسمح بإدخال السلاح والمال للحوثيين، وهي من تسمح باجتزاء او باضعاف الشرعيه في المناطق المحرره. نعم. ما الذي يجعل الامارات تحرص والسعوديه على ان تقتطع سواحل تعز البخاء وميون والخوخة عن 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 حضنها الطبيعي المحرر وهو تعز؟ لماذا؟ هؤلاء لهم اجنده واضحه، ارادوا خرق تعز لانها منطقه غير قابله للسيطره، لا تخضع، لا تقبل الخضوع، وبالتالي عوقبت بحصار من الحوثي في الشرق والشمال وحصارا من الإمارات السعودية في الغرب، في الساحل الغربي. الساحل الغربي هو ساحل تعزي. اليوم يتم شراء الولايات في المخاء، ويتم فصل المخاء، ويتم أيضا استهداف كل أبناء المخاء الذين لهم روح وطنية، فقط هم يتعاملون مع العملاء. كن عميلا تحظى بالمال بالسلاح بالمصب وممكن نضعك كما تريد. حولوا شخص مهرب الى 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 شخص في 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 الجنوب الى شخص يطمح الى ان يكون السيد الرئيس. الرجل ما زال رئيس فصيل وبكل بجاحه فخامه الرئيس عيدروس. والله شيء مضحك. هؤلاء كيف يمكن ان نفهمهم؟ تريد ان تكون رئيس اليمن الجنوبي بالانتخابات؟ نعم دكتور، إذا نسمح لنا أن ننضم معنا المحلل السياسي أحمد جعفان الصبيحي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا. نعم، يرى الدكتور فيصل وهو ضيفنا عبر الأقمار الصناعية أن هذا الاتفاق أنقذ الانتقال من مأزق مواجهتهم مع إخوانهم في الجنوب ونقلهم على بساط الشرعية كما سماها، وتحت هذا البساط قد يستطيعون تفخيخ المنطقة أكثر بدعم إماراتي، تكوين أحزمة أكثر. برأيك أنت ما الذي يحمله هذا الاتفاق لليمنيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من حيث المبدأ دائما نقول أن أي اتفاق يحقن دماء الإخوة والفرقاء هذا شيء طيب ومرحب به من الجميع، لكن بالنظر إلى ما بأيدينا الآن من اتفاق جدة أو الرياض أو ما شابه، يعني هذا الاتفاق يبدو حتى الآن من خلال التسريبات ومن خلال ما نسمع ومن خلال كل ما رشح من رواقة هذا الاتفاق أنه اتفاق ملغوم، أنه اتفاق يعني لم يوقع تحت يعني الرغبة الكاملة من قبل السلطة الشرعية، وفي ظل أيضا وجود عناصر الشرعية في المملكة العربية السعودية، ونحن نعرف أنه هناك ضغط كبير ربما على فريق السلطة الشرعية هناك، ومن هذا المنطلق يعني نستطيع أن نحكم أن هذا الاتفاق يبدو أن فيه إشكالات كبيرة من نواحي عدة. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر نستطيع أن نقول أن يعني الانتقالي هو عبارة عن مكون من المكونات داخل الجنوب، هو لا يمثل الجنوب، هو
لا يمثل الجنوب يعني بكل طوائفه، ولم تفوضوا اصلا احد في الجنوب حتى يتحدث يعني عن مساله القضيه الجنوبيه التي طبعا نحن نعرف انه هناك مكونات كثيره، هناك رموز، هناك قيادات، هناك قضيه عادله تم نعم وهذه المكونات استاذ احمد نعم هذه المكونات ابدت رفضها لهذا الاتفاق وتحدثت مرارا وتكرارا ان الانتقالي لا يمثل كل اطياف الجنوب، كيف يمكن تجاوز هذه النقطه؟ نعم هنا هذا ما اريد ان اصل اليه، وبالتالي نحن نقول الان ان هذا الاتفاق الذي بين ايدينا اتفاق يحمل في طياته اشكالات كبيره، هو يؤجل المشكله ولا يحلها، هو يصادر الازمه الى ربما اوقات يعني ربما اشهر ربما سنوات، هو لا يفكك الالغام التي يعني موجوده على الواقع، ولكن يؤجل هذه الالغام حتى تنفجر في واجه الجميع. وبالتالي نحن نقول الان انه الاشكاليه يعني المشكله تتقاسمها اطراف كثيره لا تتحمل وحدها، يعني طبعا السلطه الشرعيه هي المسؤول الاول، ولكن نحن نعرف ان هناك اشكالات بنيويه في هذه السلطه الشرعيه في طبيعه القرار السياسي الذي يصدر عنها. هذه الاشكاليه البنيويه تمتد تاريخيا الى يعني نظام علي عبد الله صالح والمبادره الخليجيه، وكيف سلقت الامور كلها سلقا، وكيف يعني تولى عبد الرب منصور هذه على عجل ولم يكن لديه الاسس والمنطلقات التي ينطلق منها باتجاه يعني لملمه طرف القرار السياسي وما شابه ذلك حتى يتكئ على ارضيه صلبه فتكون له يعني قرارات يعني وازنه تعبر عن طبيعه وقوه الفاعل السياسي فيما يعني يريده لهذه الدولة. هناك إشكالات بنيوية كثيرة ويفترض أننا نراعيها. صحيح يعني أنا استمعت لحديث الأستاذ فيصل الحذيفي ومن حيث يعني يعني الكلام صحيح وربما هو يتحدث بلسان كل إنسان يمني، لكن طبيعة الواقع مختلفة جدا في بعض الأمور وفي بعض التفاصيل. هنا يعني ينبغي علينا أن نعرف أيضا أن موقف السلطة الشرعية الآن لا يعبر عنه فريق مثلا عبد الرب منصور هادي ومن حوله في الرياض. هناك قسم الان من داخل السلطه الشرعيه نحن نعرف الان رايهم، وهو الوزير الداخليه ووزير النقل الجبواني والميسري وغيرهم. هذا ايضا هذا الموقف هو ايضا يعبر عن الشرعيه حتى وان كان يعني 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 هو مستبعد الان من الاتفاق، مستبعد في اي استحقاقات قادمه يعني داخل هذا الاتفاق، لكن هو يعبر ايضا عن موقف الشرعيه لانه جزء من المنظومه داخل هذه الشرعيه. وبالتالي نحن ينبغي ان ننظر الى المساله من باب يعني ان الشرعيه ربما هي ضحيه وليست يعني جلادا، وبالتالي نحن نرى الان ان اليمن تمر باشكالات كبيره، والرئيس عبد الرب منصور هادي ربما يدخل من نفق الى نفق، هم ينظرون الى المملكه العربيه السعوديه بانها هي الاخت الكبرى وبانها هي صاحبه المصلحه في سد الثغره الموجوده في اليمن في حربها مع ايران في يعني في ملء هذا الفراغ الكبير الذي تتوافر عليه اليمن في هذا النطاق الجيوستراتيجي الهام مع العالم، وبالتالي سيشكل يعني مشكله كبيره لحدث الفراغ. وهذا هو السؤال هنا 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 المشكله الان. الان كان يفترض بالمملكه العربيه السعوديه ان تقوي هذه السلطه الشرعيه وتتخذ منها يعني سندا كبيرا لكل الاستحقاقات المرحله، ولكن حينما دخلت الامارات في هذه المساله احدثت خرقا كبيرا واحدثت اشكالات كبيره جدا داخل اليمن سواء في الجنوب او في الشمال في الساحل الغربي وفي كل هذا النطاق الجغرافي. وبالتالي الان حتى نحن ربما قد نتفائل في بعض الامور ونقول انه السعوديه ربما كانت تنظر الامارات انها تتدرج في المستنقع اليمني وهي الان تخرج، لا تستطيع الامارات لانها دوله صغيره لا تستطيع ان تلعب دور اقليمي كبير لان حجمها لا يؤهلها لذلك، لكن المملكه العربيه السعوديه تتحمل مسؤوليه تجاه المنطقه. قد يكون طبيعه القرار السياسي الموجود داخل المملكه العربيه السعوديه فيه اشكالات كبيره، لكن اذا نظرنا الى مساله الامن القومي من اوجه يعني من 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 منطلقاتها البعيده منطلقات الاستراتيجيه البعيده سنجد انه سيفهم يعني بعد حين ربما المتخذ القرار السعودي ان الشراكه مع اليمن
هي شراكة استراتيجية لا يستطيع أن يلغي فيها سيادة الشعب اليمني ولا قرار الشعب اليمني، حتى لو كانت السلطة الشرعية مطواعة اليوم بين يديه، لكن الشعب اليمني لن يرضى. وبالتالي إذا حصلت أي إشكالات في السيادة، فإن هذا الشعب اليمني كما هو عهده بالتاريخ استطاع أن يغرق أكبر الإمبراطوريات ولا يستطيع أن يسلم رقبته ببساطة. وفي حينها إذا سلب القرار وسلبت السيادة بالشكل الذي يعني نرى له بعض المؤشرات لكنه لم يظهر بعد يعني كملامح متكاملة، سينقلب الهرم. وما الذي يعني سينقلب الهرم؟ سيصعد الشعب اليمني إلى الأعلى وتنتكس كل هذه الهياكل التي لا تعبر عن هذا الشعب، التي لا تعبر عن تاريخ اليمن، التي لا تعبر عن قواه الحية. وسيكون هناك كلمة كبيرة جدا للمكونات داخل الشعب اليمني. عموما باختصار شديد نقول أن هذا الانقلاب اليوم هو جزء كبير جدا من الإشكال الموجود، وهذا المشكلة تضاف إلى مشكلة الشرعية وكل الملابسات التي تحيط بها، وتضاف أيضا إلى مشكلة التحالف وطبيعة الدور الذي قامت به الإمارات. ونحن الآن نقف أمام مشكلات جمع نريد أن نحل بعضها، ولكننا نلغم يعني هذا يعني نحن ندخل في داخل المشكلة ولا نوجد الحل. وإذا ذلك نحن نريد الآن يعني صوت كبير وعالي فعلا يعبر عن صوت الشعب اليمني، ينصح لهذه السلطة الشرعية بأنها تفكر جيدا قبل أن توقع على أي أمور يعني ربما تحمل إشكالات كبيرة داخل مستقبلا الجنوب وداخل اليمن يعني بشكل عام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أحمد جعفان الصبيحي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني ربما تحدث الأستاذ أحمد عن نقطة مهمة، وهي أن هناك تباينات أيضا داخل الشرعية وتباينات أخرى موجودة في الجنوب، واتفاق مرعي أو يعني تحت ظلال السعودية. كيف أو ما هي نسبة أو احتمالات نجاحه بهذه الصورة؟ أولا دعيني أوضح مسألة أن صقور السلطة هم جزء من الشرعية. أنا أوافق على أنها الميسري، الجباني، جباري أو كل الأصوات المرتفعة ضد التدخل الخارجي أو التدخل بالشؤون اليمنية من دول التحالف هم بوظيفتهم هذه جزء من الشرعية، لكن كان قبلهم أيضا الدكتور بن داغر وهو يعارض التواجد الإماراتي في سقطرى أيضا هو كان جزء من الشرعية، ولكن ما الذي حصل له؟ تم إقالته وإحالته للتحقيق، يعني في إهانة لشخص عبر بخطاب سياسي عالي المهنية ومتضمن المسؤولية الوطنية وبالتالي عوقب. طيب من يضمن لي بأن هؤلاء الصقور سيتم عقبتهم كما تم عقاب بن داغر؟ هذا أولا. ثانيا كيف يمكن أن نتأكد في هذه المرحلة بأن الأمر تغير؟ أنا أقول بأنه إذا تم تغيير الجبواني والميسري في قادم الأيام نتيجة لمواقفهم الشخصية، فنحن نؤكد على أنهم ليسوا جزء من الشرعية، وإنما هم عبروا عن مواقفهم الشخصية من منظور وطني، أي أنهم رأوا منكرا وباطلا سياسيا أقهرهم فرفضوا هذا القهر، وبالتالي فهم يعبروا عن خياراتهم الشخصية، لأنهم أيضا وجهوا بالعزل كما واجه بن داغر بسبب مواقفه. لكن ما إذا تم اتخاذ الرئيس عبد الرب منصور قرارات بتعزيز وجود أمثال هؤلاء الوطنيين في السلطة الشرعية وإعطائهم الحرية في الدفاع عن السيادة الوطنية، نحن هنا سنقول بأنهم لا يعبرون عن مواقفهم الشخصية، وإنما يعبرون عن رغبة السلطة الشرعية وعن رغبة الرئيس هادي الذي دبلوماسيا لا يستطيع أن يتصدر المواجهة بنفسه، ولكن أراد أن يقدم رسائل للعالم وللإقليم ولدول التحالف بأن عليهم أن يغيروا نمط علاقتهم مع اليمن حتى لا ينفرط العقد، وبالتالي يصبح عبد الرب منصور بالنسبة لهذه الدول مجرد منقذ يرجعون يترجونه بأن يقبلوا الحلول الذي يراها خوفا من أن تشرد اليمن من بين أيديهم. نعم. ينبغي أن يكون ذلك واضحا، لا ينبغي أن نقول بأنهم هم جزء من الشرعية كونهم موظفين فقط، لكن مواقفهم الشخصية لا نستطيع أن نعرف أنها شخصية أو معبرة عن الشرعية إلا بهذه بهذا الاختبار.
نعم، هناك من يقول دكتور أنه طالما أبرز بنود الاتفاق هو عودة الشرعية وممارسة عملها هناك وأيضا دمج الأذرع الأمنية والعسكرية، أن هذا يعد إنجاز كبير لم يتحقق للشرعية منذ تحرير عدن. سواء عادت الشرعية إلى عدن وعبد ربه والحكومة أم لم يعودوا فهم ليسوا أصحاب قرار. صاحب القرار الحقيقي هو المندوب السعودي والمندوب الإماراتي. نحن خلال 5 سنوات عرفنا هذه التفاصيل، لا ينبغي أن نضحك على أنفسنا. من يمارس القرار هو المندوب السعودي والإماراتي، وعلى الحكومة والرئاسة أن توقع بالقرار، بقرار التعيين، قرار العزل، بالبيان، بالموقف، كل شيء. وبالتالي نحن لا نحتاج مساعدة السعودية اليوم بهذا الشكل المخل بالعلاقة، ولا نحتاج تدخل الإمارات المخل بهذا الشكل. الكثير منا يذهب جانحا على أن العداء اليمنيون فقط يكرهون الإمارات. ينبغي أن يعلم السعوديون بأنهم هم داخلون أيضا في هذه النقمة المجتمعية. لماذا؟ لأنه تاريخيا لم يكن بين الإمارات واليمن عداء، أي أنها أتت بها السعودية للقيام بهذه المهمة، فهي استعملت كقفاز بيد السعودية. تاريخيا السعودية تدخلت ضد مصالح اليمنيين في كل مراحلها التاريخية. دعيني أستعرض ثلاث اتفاقيات رعتها السعودية وكانت كلها تصب ضد رغبة اليمنيين. أول اتفاقية بعد الثورة اليمنية في عام 1962 تمت بالطائف بإشراف سعودي وبدعوة سعودية وبإصرار سعودي، الذي أرغم الجمهوريون على إدماج الإماميين المهزومين بعد حرب 70 لأن يصبحوا جزء من السلطة، وهذه أول تدخل صارخ ضد الجمهورية. التدخل الثاني في المبادرة الخليجية 2011 أصرت على أن يكون النظام الساقط الذي ثار عليه اليمنيون نصفه وكل إدارته وجيشه ضمن السلطة والحكومة البديلة أو التي انتقلت إليها، بما في ذلك عينت لنا رئيس من نفس النظام الذي ثار عليه الشعب اليمني بأكثر من سنة في الساحة. اليوم الاتفاق الأخير هذا الذي رعته السعودية، وهو لا يعني اليمنيين بقدر ما يعني السعودية نفسها، أيضا هو يجبر السلطة الشرعية على أن يكون الانقلابيون جزءا أساسيا من الشرعية. إذن تاريخ السعودية مريب، تاريخ مشكوك به. الأمن القومي السعودي ينبغي أن نفهمه نحن كيمنيين يتمثل بالسيطرة على اليمن للحفاظ على هكذا هي تنظر. هي لا تتعامل مع اليمنيين كشركاء ليتعاملوا بحفظ الأمن القومي الذي يخص اليمن والسعودية. فلو كانوا كذلك لكانوا واضحين في تعاملهم مع السلطة، لما حلوا محل السلطة الشرعية، لما ابتلعوا الدولة، لما تدخلوا بشؤونها الصغيرة والكبيرة. إذن هم لا يعتبرون أن أمنهم القومي يقوم على الشراكة مع غيرهم، وإنما يقوم على ابتلاع غيرهم. لذلك هم ابتلعوا اليمن الآن، وابتلعوا البحرين، وأرادوا ابتلاع قطر فرفضت، وهم يريدون ابتلاع كل من حولهم من والدول التي صعب ابتلاعها تآمروا عليها مثل العراق وسوريا، ومستعدين يتآمروا على أي دولة أخرى لا تدخل ضمن سياستهم الابتلاعية. إذن على السعوديين أن يدركوا بأن الشعب اليمني ليس مغفلا، وإن وجدوا سلطة شرعية استطاعوا أن يسيطروا عليها لظرف تاريخية ولرغبة أرادتها هذه السلطة، فإن اليمنيين ليسوا عبيدا لأحد، لا عبيدا لا للحوثيين حتى يسمحوا لهذا الانقلاب بالنجاح سواء بدعمهم أو بدون دعمهم، ولن يسمحوا أيضا للإمارات ولا للسعودية ولا لدولة أخرى أن تبتلع دولتهم. لكن بحسنية في البداية رحبوا بذلك ظنا بهم بأن هناك شأنا مشتركا، أمنا قوميا مشتركا يخص الجميع، وبالتالي سنكون عونا لبعض. وأنا أؤكد لك بأن اليمنيين عاطفتهم التاريخية دائما تطغى عليهم. لو حصل للسعودية مأساة تشبه اليمن لأصبح اليمنيون يدافعون عن السعودية هكذا تلقائيا. في نوع من القيم تحكم هذه العلاقة، في نوع من القيم تحكم تاريخ الناس والبعد الحضاري لهم. الشعب اليمني بحضارته القديمة لا زالت تسيطر عليه هذه القيم التاريخية. هؤلاء الناس ليس لهم حضارة ولا قيم، وبالتالي فقط هي كالغنيمة، هم يتعاملوا مع غيرهم كالغنائم.
كراعي قطيع للإبل أو الأغنام يريد أن يضم قطيع غيره إليه، ولم يثبت إلى الآن من السعودية أنها ترعى إلا الولاذمة لليمنيين. إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي رئيس الهيئة الوطنية لحماية السيادة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، كما هو شكري لكم متابعينا الكرام على حسن مشاهدتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.